إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الكرام، في حلقتنا هذه سنتناول تفسير الآية 58 من سورة البقرة، فإلى التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعه وحزبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. في هاتين الآيتين الكريمتين تذكير لبني إسرائيل المخاطبين بنعمة جلة من أنعم الله سبحانه وتعالى التي بسطها لهم وكفروا بها إذ أعرضوا عنها، فانقلبت محنة وبلاء بعدما كانت منة وعطاء. وهكذا يؤدي كفران النعم بهذه النعم إلى تحولها شدة ونكالا ومحنة وتعبا على أصحابها. وما في هاتين الآيتين جاء مذكورا في آيتين من سورة الأعراف، مع اختلاف في التعبير وفي الترتيب. وقد بحث العلماء سبب هذا الاختلاف وبسطوا ذلك في محله، وأولى بذلك تفسير سورة الأعراف، فنرجئ القول في ذلك إلى ذلك الموضع إذا أبلغنا الله سبحانه وتعالى إياه بمنه وتوفيقه وعونه. الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل في هاتين الآيتين بهذه النعمة التي بسطها على آبائهم، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يدخلوا القرية، قرية فيها الخير الكثير والعطاء الواسع، وأمرهم أن يأكلوا منها حيث شاءوا رغدا، وأن يدخلوا الباب سجدا، فما كان منهم إلا الكفران بهذه النعمة والإعراض عن هذا الأمر الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به. فلذلك حاق بهم ما حاق من البلاء، ونزل عليهم ما نزل من الرجس. القرية هي مأخوذة من قرى بمعنى جمع، وهي دالة على الجمع، كما أن هذه المادة حيثما وجدت لا تنفك عن الدلالة على الجمع، وسميت بذلك لأنها تجمع ساكنيها، فهي تطلق على كل مدينة
أو كل محلة تجمع عددا من السكان، ولا يختص اسم القرية بالمجمع الصغير، وإنما ذلك شيء تعورف عليه فصار شائعا عند الناس. والقرآن الكريم يدل على خلاف ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل القرى في مواضع متعددة، ويقصد بأهل القرى قوما كفروا نعمة الله سبحانه وتعالى، وقد كانت لهم مجتمعات واسعة وحضارات راقية. وحكى الله تعالى قول المشركين: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والقريتان المقصودتان مكة والطائف، وما كانتا تجمعان عددا قليلا من الناس، بل كانتا تجمعان عددا وافرا. فما تعرف عليه من أن القرية اسم للمجمع الصغير من البشر، للموضع الذي يجمع بيوتا قليلة، إنما ذلك مجرد اصطلاح طارئ، وليس ذلك أصلا أصيلا في اللغة. فاسم القرية يطلق على المدينة كما يطلق على غيرها، واختلف في هذه القرية المعنية هنا. قيل هي بيت المقدس، وهذا هو قول الجمهور، واستدل له بأن الله سبحانه وتعالى حكى في سورة المائدة أن موسى عليه السلام أمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله له. وخير ما يفسر به القرآن القرآن نفسه. فإذا هذه القرية هي بيت المقدس. واعترض على ذلك بأن دخول بني إسرائيل بيت المقدس إنما كان بعد موت موسى وهارون عليهما السلام في التيه. وأجيب عن هذا الاعتراض بأن هذا الأمر هنا، وهو قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا، لم ينص عليه أنه كان على لسان موسى أو كان على لسان غيره. فإذا يحمل على أنه كان على لسان غيره، وهو خليفته يوشع بن نون. وهذا الجواب يتعارض مع المحكي في سورة المائدة: اللهم إلا أن يقال بأن تلك المحكية في سورة المائدة واقعة، وهذه واقعة أخرى. وقيل القرية هي أريحة، وهذا القول هو الذي صدر به القطب في التيسير وفي الهميان، واستبعده ابن كثير، لأن أريحا ليست على طريقهم من مصر إلى الشام. وقيل القرية هي فلسطين، وقيل هي الأردن، وقيل هي الرملة، وقيل هي البلقاء، وقيل غير ذلك. والإمام محمد عبده توقف عن تعيين القرية وقال: إن بني إسرائيل أمروا أن يدخلوا قرى متعددة خاشعة ألبابهم من هيبة الله سبحانه وتعالى، وتمردوا مع ذلك على أمر الله فعصوا. والله سبحانه وتعالى ذكر هنا ما يدل على أن هذه القرية كانت منقلبا لبني إسرائيل، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أباح لهم
أن يتنعموا بما فيها. فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي أكلا رغدا، أكلا واسعا. وهذا يدل على أن هذه القرية هي الأرض التي كتب الله لهم. ولذلك قال من قال من المفسرين إن المقصود بالقرية جميع بلاد الشام. الله سبحانه وتعالى أمرهم أمر إباحة أن يأكلوا من هذه القرية حيث شاءوا رغدا، وأن يدخلوا الباب سجدا. ما هو هذا الباب؟ روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذا الباب يسمى باب حطة. وهذا القول استمر المفسرون ينقلونه إلى العصر القريب، وكانوا يقولون لا يزال يعرف إلى وقتنا هذا باسم باب حطة، اتكالا على ما روي عن ابن عباس، وروي مثله أيضا عن أكرمة. مع أن الاسم لا ريب أنه تغير منذ ذلك الوقت إلى هذا الوقت، والباب لم يبق هو الباب عينه. ومن الناس من قال إن هذا الباب هو باب القبة التي كان يتجه إليها موسى وهارون في صلاتهما، ومنهم من قال إنه باب من أبواب هذه المدينة التي أمروا أن يدخلوها. ومنهم من قال بأنه ليس بابا بالمعنى المعروف، وإنما هو مدخل بين الجبلين، كان مدخلا بين جبلين فعبر عنه باسم الباب لأنه يفضي إلى داخل المدينة. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا هذا الباب سجدا. ما هو هذا السجود؟ روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن المقصود بالسجود الركوع، ومعنى ذلك أن الله تعالى أمرهم أن يدخلوا الباب وهم حان الظهور متأطئ الرؤوس تعظيما لله سبحانه. ومنهم من قال إن السجود يراد به مجرد الخشية من الله سبحانه، فالسجود إذن معنوي وليس هو سجودا حسيا. ومنهم من حمل السجود على ظاهره فقال إن هذا السجود هو السجود الشرعي، وهو وضع الجبهة على الأرض. ورد على ذلك بأن السجود هو سكون والدخول هو حركة، فأنى تجتمع الحركة والسكون. والزمخشري ذهب إلى أنهم أمروا أن يسجدوا عندما يصلون إلى الباب شكرا لله سبحانه، وقد اعترض على ذلك أبو حيان بأنهم لم يؤمروا بالسجود، وإنما أمروا بالدخول في حالة السجود. والأحوال إنما هي نسب تقييدية بخلاف الأوامر فهي نسب إسنادية، والنسبة الإسنادية تختلف عن النسبة التقييدية من حيث إن الأولى عمدة والثانية فضلة. واعترض على كلام أبي حيان بأن الحال قد تكون أمراً عندما تكون تقييداً للأمر، فإذا ما قال قائل لآخر أخرج مسرعاً فخرج غير مسرع لم يكن ممتثلاً للأمر. ولا ينافي ذلك كون الأحوال نسباً تقييدية، فإن
قيد الأمر المأمور به إنما هو في الواقع جزء منه، كما يفهم ذلك من هذه الأوامر المختلفة التي جاءت مقيدة. وأمرهم الله تعالى أيضا أن يقولوا حطة، وقد اختلف في الحطة اختلافا كثيرا، منهم من قال إن المقصود بالحطة سؤال حط الخطايا أي غفران الخطايا، وبناء على هذا القول قدر مسألتنا حطة أي سؤالنا الذي نسأله منك يا ربنا هو حطة خطايانا أي غفرانها. والحطة مصدر يدل على الهيئة، فكأنما هو حط عظيم لأوزار كبرى. ومنهم من قال بأن المقصود بذلك أن يعلنوا أن أمرهم حطة، أي أن الأمر الذي يلتزمونه هو حط رحالهم في ذلك الموضع الذي وصلوا إليه، بحيث يكون قرارهم حسب ما أمرهم الله تعالى. ومنهم من قال إن كلمة حطة لم تقصد ذاتها، وإنما قصد بها ما يدل على أوبتهم إلى الله، فروي عن أكرمة أن المقصود بها قول لا إله إلا الله، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن المقصود بها استغفار الله سبحانه، وروي عن ابن عباس أيضا حسب ما أخرج البيهقي أن المقصود بها لا إله إلا الله كما قال عكرمة، والروايات في ذلك مختلفة والأقوال متضاربة. وعلى أي حال فإن بعض المفسرين أخذ من كلمة حطة ما تدل عليه وتؤدي إليه، وهو التوبة والإنابة، سواء كانت هذه التوبة بكلمة لا إله إلا الله، أو كانت هذه التوبة باستغفار الله سبحانه وتعالى. فإن الحطة على أي قول من هذين القولين دالة على الإنابة إلى الله سبحانه والرجوع إليه. واستدل هؤلاء ببيت شعري في وصف أحد أنه رزق الحطة التي جعلها الله سبحانه وتعالى توبة لعباده، وهذا من باب التفسير باللازم كما هو مفهوم. وهؤلاء بدلوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى، حيث أتوا ببديل مما أمروا به. ما هو هذا البديل؟ جاء في حديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمروا أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعر. وروي مثل ذلك مرفوعا من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وروي أيضا مثله موقوفا على أبي هريرة، وموقوفا على ابن عباس، وموقوفا على آخرين من الصحابة، ومنسوبا إلى جماعة من التابعين مع اختلاف في اللفظ. منهم من روى أنهم قالوا حنطة في شعيرة، ومنهم من روى أنه قال بأنهم قالوا حنطة في شعرة، ومنهم من روي عنه أنه قال حنطة حمراء، ومنهم من حكى هذا القول باللغة العبرية. وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم دخلوا وهم مقنعوا رؤوسهم أي رافعوا رؤوسهم بدل
من طأطأة الرؤوس، معرضين عن أمر الله سبحانه وتعالى. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، لم يقل الله تعالى فبدلوا لأجل الإشعار أن هذا التبديل ظلم منهم، ثم قال فأنزلنا على الذين ظلموا، ولم يقل فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، أي عذاب من السماء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة أن من الرجز الذي أنزله الله تعالى على الأمم قبلنا الطاعون، فلذلك قال من قال من المفسرين بأنهم أهلكوا بالطاعون، منهم من قال مات 70,000 منهم، ومنهم من قال مات في ساعة واحدة منهم 24,000، وهذا منسوب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومنهم من قال بأن الرجز كان ثلجا، ومنهم من قال بأنه صاعقة، ومنهم من قال غير ذلك. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الظلم هو فسق، أي خروج، فهم خرجوا عن أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرهم به، إذ فعلوا ما فعلوا ما فعلوا، وقالوا ما قالوا غير ما أمرهم الله بفعله وقوله. المفسرون القدامى كانوا يقفون عند هذا الحد، ويأتون في تفاسيرهم بهذه الأقوال، وهذه الأقوال متقاربة، غير أن منهم من كان له رأي آخر في تفسير هذه الآيات غير هذا الرأي، وتبعه على ذلك جماعة من المتأخرين. فممن شد من القدامى أبو مسلم الأصفهاني، حيث قال بأن الآيات أو ما جاء في هاتين الآيتين لا يحكي أنهم أمروا بقول بعينه، ولا أنهم انتقلوا من ذلك القول إلى قول آخر، وإنما غاية ما فيهما أن الله سبحانه وتعالى أمر هؤلاء أن يدخلوا وهم خشع، وأن يكون قولهم دليلاً على طلب المغفرة من ربهم، فبدلوا ذلك إذ أعرضوا عن الدخول مع غض النظر عن كونهم دخلوا أو لم يدخلوا، أعرضوا عن الدخول بحسب ما أمرهم الله تعالى من الهيئة التي تدل على الخشوع، فدخلوا كما أرادوا، أو أنهم أعرضوا عن الدخول رأسا. وقال إنه لا دليل في قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم على أنهم انتقلوا عن هذا القول إلى قول آخر، واستدل لذلك بقول الله سبحانه وتعالى سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي أن يخالفوا أمر الله. فالمخالفة مهما كانت، سواء كانت هذه المخالفة قولية أو فعلية، إنما هي تبديل لكلام الله. هذا قول أبي مسلم الأصفهاني، وقد أنكره عليه الألوسي، ونحى نحوه الإمام محمد عبده والسيد رشيد رضا، حيث ذهبا إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر هؤلاء أن يقولوا قولاً يدل على طلب مغفرتهم من الله عز وجل، وأن يفعلوا فعلاً يدل على خضوعهم وتطامنهم وخشيتهم من جلال الله، ولكنهم خالفوا هذا الأمر، فإذاً ليس هنالك ما يدل على أنهم أتوا ببديل منه. وانتقد الإمام محمد عبده على المفسرين
الذين ذهبوا إلى أنهم أمروا أن يدخلوا وهم سجد بحسب هيئة السجود الحقيقية أو وهم ركع بحسب هيئة الركوع الحقيقية بناء على إطلاق لفظ السجود على الركوع للجامع الذي هو بينهما وهو الانحناء. انتقد عليهم ذلك وقولهم بأنهم أبدلوا لفظ حطة لفظا آخر وجعل ذلك من العدول عن المعنى إلى اللفظ وعن الروح إلى القالب، فهم حسب قوله لم ينظروا إلى الحقيقة المطلوبة منهم، إذ المطلوب منهم الامتثال التام لأمر الله والانقياد لما أوجبه عليهم، وهذا إنما يستلزم خشوعاً في النفس وخوفاً من الله سبحانه وتعالى في الضمير وعوداً إلى الله سبحانه وتعالى بعقد العزم على عدم المخالفة لشيء مما أمر به. أما المفسر ابن عاشور فقد نظر إلى الآية نظرة أخرى وفسرها تفسيراً آخر يجمع هذا التفسير بين الاعتماد على ما في كتب أهل الكتاب والنظر إلى مدلول الآيات القرآنية الأخرى، ورأى أن بهذا التفسير يجمع ما بين شتات هذه الأقوال المتنافرة التي هي حسب ظاهرها متناقضة ولا يمكن من خلالها أن يفهم المعنى الصحيح للآية الكريمة. و معتمده في ذلك ما حكي في كتب قبل كل شيء، ما حكي في كتب أهل الكتاب من حادثة انتقال هؤلاء الإسرائيليين من أرض مصر إلى الأرض المقدسة عندما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن ينتقلوا إليها، أمرهم بذلك على لسان موسى عليه السلام ليخرجوا مما كانوا فيه من الذلة والخنوع وما اعتادوه هناك من عادات وثنية لا تتفق مع نقاء التوحيد وصفاء دين الله سبحانه. وحاصل ما قاله أن بني إسرائيل عندما انتهى بهم المطاف إلى صحراء فاران وكانوا في إحدى المدن القريبة من أرض كنعان وهي المدينة التي تسمى رفيديم، أمر موسى عليه السلام أن يتجرد من كل سبط من أصباط بني إسرائيل 12 واحد ليكونوا عيوناً يدخلون أرض العدو، أي الأرض التي تمكن منها العدو والتي كتب الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل أن تكون منقلباً لهم وهي الأرض المقدسة، ويكتشفوا ما هنالك فيعودوا بالخبر اليقين إلى هؤلاء الإسرائيليين الذين ألفوا الجماح وغلظت قلوبهم وقست فلم يكونوا يصغون لأمر الله سبحانه وتعالى، لعلهم عندما يرجعوا بعض عيونهم من هناك بالخبر اليقين ويخبرونهم بما يجرئهم على الدخول ويقوي عزائمهم على امتثال أمر الله يكونون ألين قلوباً وأسرع امتثالاً لما أمر الله به. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية الشريفة
الآية 58 من سورة البقرة سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. إلى أن نلتقيكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.